بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. كل سنه وانت طيب. وصلنا لتصفيات كاس العالم، ووصلنا كمان للقرعه بتاع تصفيات كاس العالم. بعد ما خلصنا التصفيات الحزينه اللي منتخب مصر ومنتخب الجزائر فشل ان هم يصعدوا فيها وصعد عن قاره افريقيا المنتخب التونسي والمنتخب المغربي وكمان المنتخب الكاميروني والمنتخب السنغالي، علشان نقعد نبص كده على الممثلين العرب، المغرب، قطر، السعوديه، تونس، ايه الوضع بالنسبه لنا احنا؟ لما نقعد نبص كده على المجموعه الاولى طبعا لازم يكون فيها سحب الارض المنتخب القطري. المنتخب القطري وقع مع منتخب هولندا ومنتخب السنغال ومنتخب الاكوادور. قول لي انت بقى تمنياتك في كل مجموعه، مين يصعد ومين يخرج؟ احنا عايزين يكون في شير هنا نتكلم على كل المجموعات من المجموعه الاولى للمجموعه الثامنه. اعيد تاني عليك، قطر، هولندا، السنغال، الاكوادور. انا عن نفسي بتمنى صعود منتخب هولندا بجانب منتخب السنغال. صعود منتخب السنغال بجانب هولندا، لانه ما اعتقدش ان هولندا هتواجه اي صعوبه في مجموعه فيها قطر والسنغال والاكوادور، الا بقى لو المنتخب الاكوادوري كان مفاجاه البطوله وراح رخم على المنتخب الهولندي والمنتخب السنغالي في المجموعه الاولى. قول لي في المجموعه الاولى مين هيصعد. المجموعه الثانيه انجلترا، الولايات المتحده، ايران، ويلز او اسكتلندا او اوكرانيا. دي بقى يا باشا مجموعه الحرب العالميه الثالثه حرفيا بجد، يعني بسم الله ما شاء الله. ايران في ناحيه، انجلترا في ناحيه، الولايات المتحده الامريكيه في ناحيه، ومستنيين الفائز في الملحق الاوروبي اللي فيه ويلز او اسكتلندا او اوكرانيا. كواحد محب للكره بتمنى اشوف جاريث بيل في اخر كاس عالم ليه في عالم كره القدم. انما منتخب اوكرانيا ولد نزلتشينكو عادي، يعني هو غير مالينكو، بس بصراحه اتمنى ان اشوف ويلز يكون موجود عشان مجموعه حرب العالميه الثالثه دي ما تكملش بصراحه. انت ما بتتمنى مين فيها؟ المجموعه الثالثه ابو تياجو، المكسيك، بولندا، السعوديه. ابو تياجو ورفاقه ما اعتقدش ان هم يواجهوا اي مشكله في مواجهه المكسيك وبولندا والسعوديه. ممكن يتزحلق شويه قدام منتخب بولندا، ليفاندوفسكي والمجموعه بتاع اللقاءات اللي ما بينهم، يعني ما يحفزش قوي، يقول لك ان ليفا ممكن يعمل اي ثوره ضد ابو تياجو ورفاقه. بس انا اتوقع ان اللي هيصعد هنا المنتخب الارجنتيني والمنتخب البولندي والمنتخب السعودي والمنتخب المكسيكي هيرجعوا على طاره الدوحه معانا. المجموعه الرابعه فرنسا، الدنمارك، تونس، الفائز من ملحق بيرلو، استراليا او الامارات. اتوقع طبعا بطل العالم المنتخب الفرنسي وبجانبه المنتخب الدنمارك. المجموعة الخامسة اسبانيا، المانيا، اليابان، الفائز من ملحق كوستاريكا او نيوزيلندا. اسبانيا المانيا كلنا كنا بنتخيل في يوم من الايام ان احنا نشوف المجموعة دي مع بعض، لا اسبانيا والمانيا مع بعض، بس كلنا كنا بنقعد نبص كده ده هم الاثنين تصنيف اول. بس مع الاسف الشديد من بعد ما لعبنا البطولة اللي كان عاملينها الفيفا علشان يلموا فلوس اللي هي دوري الامم الاوروبية، المنتخب الالماني كانت نتائجه بعافية شوية في التصنيف بتاع المنتخب الالماني، بقى تصنيف تاني، بقى ممكن نشوف الكلام ده في مجموعة. الاول كنا ممكن نلاقيهم في ماتشات متقدمة، بس دلوقتي بقينا بنشوفهم في مجموعة معاهم اليابان ومعاهم كوستاريكا او نيوزيلندا. طبعا صدارة المجموعة اللي هتكون امتع حاجة في المجموعة دي، لان ما اعتقدش ان اسبانيا والمانيا هيواجهوا اي مشكلة مع اليابان وكوستاريكا او نيوزيلندا. المجموعة الستة بلجيكا، كرواتيا، المغرب، كندا. لا انا مش هقول لك المغرب، مش ناقص هبد، هي المغرب مش تصعد في مجموعة فيها كرواتيا وفيها بلجيكا، صعبة قوي. ممكن تكسب كندا. المجموعة السابعة فيها البرازيل، سويسرا، صربيا، الكاميرون. دعوات الجزائريين على المنتخب الكاميروني وقعوا مع البرازيل وسويسرا وصربيا. اتوقع ان المجموعه دي هيصعد فيها البرازيل وسويسرا وصربيا والكاميرون، هيرجعوا معانا على طاره الدوحه. المجموعه الثامنه البرتغال، الاورجواي، كوريا الجنوبيه، غانا. نسيت غانا، نسيت غانا، غانا دي جت معايا متاخر عشان كانوا بيلعبوا من نيجيريا، فتقريبا ما حدش اتفرج على الماتشين خالص. البرتغال، الاورجواي، كوريا الجنوبيه، غانا. مواجهة مكررة ما بين كريستيانو رونالدو وسون هين مين، أو مش مكررة، ممكن يكون أول مرة يلعبوا مع بعض بصراحة. لا مكررة طبعا، لأن هما بيلعبوا في الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد وتوتنهام وتسبير. البرتغال، الأورجواي، كافاني وسواريز، أعتقد إن ده آخر مونديال ليهم وآخر مونديال لكريستيانو وآخر مونديال لميسي، وأعتقد إن آخر مونديال لنيمار. المونديال ده هيكون في حاجات غريبه شويه، يعني هيكون في لحظات عاطفيه كتير. واخر مونديال بينزو، انا ما اعتقدش ان بينزو هيكمل معانا السنين 2026. كلنا مستنيين نشوف حاجه جميله، مستنيين نشوف بطوله مميزه جدا. ما اقدرش ان انا اقول لك ان انا مع المقاطعات ولازم نقاطع، هنقاطع كاس عالم ونروح نتفرج على ايه؟ نيجي نتفرج على دوري ابطال افريقيا؟ لما نقاطع كاس عالم نيجي نتفرج على ايه؟ والله بجد، يعني الناس بتتفرج على كاس العالم ودوري ابطال اوروبا، ودوري ابطال اوروبا بيعتبروها ان هي نسخه كاس العالم المصغره. فانت تقول لي اتخلى عن كاس العالم لمجرد بس ان منتخبات عربيه ما صعدتش فيه؟ لا يا باشا، عنهم كلهم ما صعدوا، لا مؤاخذه، يعني احنا جايين بنتفرج على كوره مش جايين بنتفرج على جامعه الدول العربيه.
لو عجب حضرتك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو على موضوع جامعه الدول ده فهرجع تاني واقول لك مش هنضحي بكاس عالم او هنعمل مقاطعه علشان خاطر مصر ما ساعدتش. صعبه قوي يعني، هنروح نصعد ناني ليه؟ كانت مجموعه السنغال سهله بس مش سهله لينا، اي حاجه صعبه علينا.